اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. احنا مش بنعمل اكل صحي ويخلينا نقفل نفسنا من الغداء او من العشاء او من الوجبه اللي احنا بنتناولها يوميا، لا، احنا بنبحث جوه الاكله، بنشوف ايه الدهون، ايه المكونات بتاعتها، ونبدا نعمل نفلتر من الموضوع ده ونقدمها بقدر الامكان حتى لو بنسبه 50% تكون هيلثي. معانا النهارده كفته. اوبا، كفته النهارده. الفراخ هنعمل كفته الفراخ بالخضار، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بالصينيه، حاجه كده ميكس لطيفه من اختراعي، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. مكوناتها لطافه، صدور فراخ، معانا تشكيله من الخضار، الكوسه والفلفله والبصل والثوم، معانا شويه عين جمل، معانا جزر، حاجات لطيفه. البرغل معانا هنا هو العصب بتاعها. معانا النهارده طبق مكرونه انا بعشقه، مكرونه خفيفه، لو انا عايز اتعشى والوقت متاخر باكل المكرونه دي، مكرونه بالزبادي، واحب ادعمها بشويه عين جمل او لوز. عين جمل ازاي؟ اللي هو الجوز، بنحمره في معلقتين من زيت الزيتون او بدون تحمير حسب الرغبه، وبنزين بيه الطبق كده ايحاء ان احنا بناكل مكسرات مع المكرونه والزبادي. الزبادي هيلسي، بنشتريه من اي سوبر ماركت، نقدر نديله قوام بواسطه النشا وبياض البيض. معانا عصير النهارده بنهديه لطلبه الثانويه العامه علشان يركزوا ويجيبوا الدرجات التفوق ان شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق. عصير الافوكاتو باللوز، يا مزاج اللوز، يعني اوميجا 3 والافوكاتو، كلنا متفقين على ان هو نوع من انواع الفواكه لو احنا عايزينه فواكه، ونوع من انواع الخضار لو احنا عايزينه من الخضار. تعالوا مع بعض نعمل عصير الافوكاتو، سموزي الافوكاتو، ونقدمه لحضراتكم عشان اطفالنا الحلوين وطلبه الثانويه العامه والرياضيين ازاي نستخدم الافوكاتو سموزي. حلو الكلام، هنعمله مع بعض سريعا. معانا افوكاتو، ومعانا كمان سكر، ومعانا لوز، يا مزاج اللوز، ورقتين نعناع اخضر، وتلج وحليب، وتلج وحليب. هنعمله مع بعض ازاي؟ بنجيب سكينه ما عدتش على توم ولا على بصل ولا اي حاجه خالص، بريئه يا فندم من التوم والبصل، ده الطبيعي. ونمسك الافوكاتو ده نقشره. شفنا المقادير على الشاشه؟ اللهم صل على النبي. هو ده، شيل دي بالراحه كده ونقشرها كده، نتاكد دي شويه عايزه شويه سوى، بس في العصير مش مطلوب ان يكون مستوي جامد على فكره، لان انا بحط له حليب وبحط له تلج ومعايا خلاط قوي، فانا هضربه في قلب الخلاط. انما لو هنعمله سلطه المفروض يكون مستوي بالشكل ده كده. نشيل دي كده من هنا، معلش، زي الفل. نشيل القشره دي كده بالراحه. حلوه المعلومه دي يا استاذه رحاب، ما شاء الله، هتبقي شيفة بعد شويه. قال لك الافوكاتو عشان ما يسودش مننا نعمل فيه ايه؟ نحط له ليمون. معلومه غير معلومه، اضافه عصير حامض الليمون او البرتقال للافوكاتو في حاله استخدامه سلطه. ليه يا عم الشيف؟ علشان ما يسودش مننا وما يتغيرش لونه، لانه طبعا غني بالاكسده، مضادات اكسده، عشان كده بيقوي المناعه، قيمته الغذائيه عاليه جدا، في نسبه معادن عاليه جدا، مستودع من المعادن والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كل ده في الافوكاتو، كل ده في الافوكاتو، عشان كده بنلاقيه غالي شويه سعره، بس الحمد لله عندنا دلوقتي، احنا ايه، بنصدره وبنزرعه. زي الفل، بشوفه عند الفكهانيه في كل مكان، كنت زمان اشوفه كده في الاحلام، دلوقتي عند اي فكهاني في اي شارع. هنحط كده النعناع الاخضر ده كده عليه، اللهم صل على النبي، ونحط عليه سكر. عايزه تحط عسل انت حر، ربنا يجعل ايامك كلها عسل ان شاء الله، قول امين. حليب وتلج، ازود التلج؟ حاضر عموره. لا، التلجيه دي كبيره، الخلاط هيكسرها. ما هو الخلاط ده احنا جايبينه لكده مخصوص. ربنا يستر بقى وما يحرجنيش. حلو، بقلب الخلاط، قول يا رب يا عم ايهاب.
توكلنا على الله. عينيا لا انا احط لك احلى لوز يا مزاج اللوز. لوز اهو، لوز ده مغسول ومنقوع علشان يبقى طري. اه لما تيجي تستخدميه في العصاير بنفس الطريقه، ونغطي ده كده ونرجع تاني. تاني العصير ده بهديل طلبة الثانوية العامة فقط، طلبة الثانوية العامة اللي بيذاكروا، أتمنى لهم التوفيق. كل بيت وكل أسرة حاضر، كل بيت وكل أسرة أكيد في طالب في الثانوية العامة أو بنوتة حلوة في الثانوية العامة، نتمنى لها التوفيق إن شاء الله. وادي العصير بتاعنا سريعا نغرفه علشان وقتنا خلص بعد إذن حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلج ايه عامل عمايله. ده واحد، اللهم صل على النبي. التاني الف انا وشفا اللي يشرب. عايزه تاني تستبدلي السكر بعسل اختياري. السفره بتاعتي كده فيها كل حاجه حلوه، بقدر الامكان بنعمل اكل هيلسي يناسب كل افراد الاسره، الصغير والكبير من افراد الاسره. عملنا مع بعض كفته بالصينيه، وعملناها بالخضار، وعملنا سلطة الجزر إهداء مني كمان لطلبة الثانوية العامة عشان فيتامين سي وتقوي المناعة، وعملنا مكرونة لطيفة الطبق المفضل ليا من المكرونة في حالة إن إحنا فاتنا معاد العشاء، عبارة عن مكرونة وزبادي بتكنيك عالي علشان ما يفرطش معانا. رؤية فن إبداع وأكل هيلسي كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.